للمرة الثامنة على التوالي أقام معهد الرعاية والتربية دورة خاصة للمخطوبين والمقبلين على الزواج. حاضر في بدايتها هذه المرة نيافة الحبر الجليل الأنبا موسى الأسقف العام للشباب ووكيل المعهد، والأنبا رفائيل أسقف كنائس وسط القاهرة وسكرتير المجمع المقدس. فترة الاختيار، فترة ما قبل الخطوبة، فترة الخطوبة، فترة المشاكل ممكن تحصل في الخطوبة، فترة زواج مبكر ومش مبكر، زواج مع طفل، مع اتنين، مع تلاتة، كلام كتير قوي. معلمنا بولس الرسول هو بيتكلم على مواهب الروح القدس، الكلام حكمة، كلام علم، مواهب متنوعة. فالكنيسة محتاجة لده كله، محتاجة الحكماء والعلماء وموهوبين. يعني انتوا ربنا يخليكم، يعني انتوا سي تي في دي موهبة، مواهب عندكم. يعني انا طبعا حبايبي بروح عندكم كتير، ودكتور سارة واستاذ ايليا، يعني احنا عشرة عمر مع سي تي في من زمان. الواحد بيقضي فترة طويلة قبل الزواج في بيت والديه، ممكن تمتد الى 24 25 سنة، اكتر من كده شوية. فبكل تأكيد لما بيدخل في بيت جديد بيبقى فيه تغيير جذري في الحياة، كل طرف جاي من وسط معين عاش فيه فترة طويلة، فمش بسهولة يتخلع من الجذر بتاعه عشان يتكيف مع الطرف الآخر. فمهما كانوا الاتنين بيحبوا بعض، ومهما كانوا متفاهمين، ومهما كانت الحياة سعيدة بينهم وهم مخطوبين، لكن لازم يتوقعوا ان هم لما هيكونوا مع بعضهم لوحدهم في بيت مقفول عليهم هيبتدي يبان بعض العيوب. كعادته دائما بدأ نيافة الحبر الجليل الأنبا موسى حديثه إلى الحاضرين بابتسامة، موضحا أن الزواج سر مقدس وحياة جديدة وليست حربا أو منافسة، داعيا الطرفين إلى تمجيد كل منهما للآخر حتى تسير أمورهما بسلام وأمان. استفدت حاجات كتيرة بجد، إن في حاجات كتير لازم تحطها أساسيات في حياتك، وإحنا بالفعل حطينا أساسيات في حياتي لسبب واحد بس، زي الصراحة والثقة، الأمان، كل الحاجات ديت، وكل ده الفضل يرجع لخطيبتي. محاضرة الأنبا رفائيل عن اللي هي الوصايا الزوجية اللي بتتقال في الإكليل، كلنا بنسمعها بس مش بنعمل بيها، بس أنا النهاردة فهمتها صح يعني، وإن شاء الله يعني يوم الإكليل بتاعي إن أنا أكون فعلا بسمعها صح وأنفذها كلها. يعني هو الاستفادة كان بيكلمنا إزاي نقدر نبقى مركزين، نبقى مركزين في الطقسي إن إحنا واقفين في الهيكل أثناء الإكليل، وإزاي بنستفيد بكل كلمة عشان نقدر نطبقها في حياتنا الروحية فيما بعد. خلينا الأول نقول الأنبا موسى كان بيتكلم في فكرة إن بنبقى شخص واحد، جسد واحد، مفيش تسلط، مفيش حد بيسيطر على حد، احنا اتنين بنكمل بعض بطريقة حسب يعني ربنا. الأنبا رافائيل كان بيكلمنا في فكرة طقس بقى الجواز كله، من أول ما بدخل من باب الكنيسة لحد ما بلبس هو بيلبس البرنس وأنا بلبس المحرمة، بكل حاجة بقى، بالبولس، بالإنجيل، بكل اللي بيحصل بحلول الروح القدس، بان احنا نكون مركزين اكتر في الصلاه مع ربنا. تحدث نيافة الحبر الجليل الأنبا رفائيل حول المعاني العميقه التي تقال للعروسين خلال صلاه الاكليل واتمام سر الزيجه، ولفت النظر الى اهميه انتباه الزوج والزوجه للوصيه التي تقال لهما من فم الكاهن، وان يتفكرا بها خلال صلاتهما في المنزل يوميا. من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسدا واحدا. حول هذا المعنى نظم معهد الرعاية والتربية بالعباسية ندوتين، الأولى للأنبا موسى الأسقف العام للشباب ووكيل المعهد، والثانية للأنبا رفائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة وسكرتير المجمع المقدس، وتحديدا حول الزواج المسيحي وبعض الوصايا للزوجين. من معهد الرعاية والتربية بالعباسية فريد إدوار، CTV.